على سلامتكم الناس الكل، وان شاء الله تكونوا بخير. حبيت نتكلم مع الناس اللي في الحكومة الشعبية وفي ما يسمى بالحكومة الداخلية، ونسألهم يعني بربي شنو انتظاراتكم من السيد قيس سعيد ومن المنظومة هذه، شنو اللي مازال، شنو تستنيو في المستقبل؟ إذا عندكم أمل قولوا لي الأمل متاعكم هذا منين تستمدوا فيه؟ يعني وإن سألتم الله فاسألوه البخت، ما فما حتى إنسان فاشل على وجه الأرض عنده حظ ومبخوت كما قيس سعيد. إن سألتم الله فاسألوه البخت، محظوظ محظوظ بالصمت متاعنا وبالخنوع متاعنا اللي احنا تكلمنا وهدينا الدنيا وشعلناها على ظلم اقل برشا من الظلم ومن القهر بتاع قيس سعيد والمنظومه هذيا، واقل من هكايا فقر وميزيريا. اليوم الفقر والميزيريا وليت عندها بطاقه تعريف تحوس معانا، ما فماش بلاد ما عادش فيها مترو واحد يصلح، كار واحده تصلح، ما عادش ثم طرف امل انك تخدم لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. القطاع العام مقطع والقطاع الخاص في المرنقيه. أكبر حل وأفضل حل لقاه قيس سعيد هو قال لك أفسد واحد يمشي الأفقر بلاصة يعمل فيها التنمية، معناها يجي واحد يكون السلام عليكم كما رأوا أكثر ناس مجملين، أنا راني أكثر واحد خامش، هاني جيتكم باش نعمل لكم التنمية. بالله فاش تستناه وراه وخر وخر، المفروض ظهر البيم سي وفي عنده برشا، معناها وتعدينا البرشا بهيم أخرين ظهورك أو كيف، ما فهمتش فاش تستناه معناها. واليوم جريمة جديدة تزيد للبطاقة عدد ثلاثة بتاع قيس سعيد. قيس سعيد المفروض ما عندوش بطاقة عدد ثلاثة، أخرج بطاقة عدد ثلاثة في تاريخ تونس الكل من حنا بعل وانت جاي. قرابة 7000 تونسي هارب من الميزيريا وهارب من الظلم وهارب لأنه البلاد ما عادش تنطاق، مش يرجعوهم قرابة 7000 لأنه تونس أنضت اتفاقية رفضتها كل إفريقيا والجيران من ليبيا مصر الجزائر المغرب رفضوها، مش يروحوا بهم قصرا مخدرين يزرقولهم يهبطوهم في تبرقة كلمتنا الجميلة كيف ما تحولت هي معناها إلى معتقل التونسيين، تحولت جزيرة الأحلام الجربة إلى جزيرة كوابيس كما تونس الكل ولد كابوس للأسف الشديد. مع وافقوا كذلك على توسيع مجال التدخل البحري للترجيل الحرس، معناها تمشي للمياه الاقليميه اللي ماهيش تبعتنا بتاع ليبيا مثلا، تجيب ناس حارقه من ليبيا لايطاليا تهبطهم هنا في صفاقس، بعد هو يقول المتآمرين انا متآمرين جيبهم، انت جبتهم اوامرك. اغلب الناس اللي في الحرس مش فاهمين علاش يعملوا في الشيارة وعلاش المجهود هذا الكل واستنزاف طاقه تونس. بالله علاش مقابل ملايين معناها قليله اقل من ليبيا ومن مصر وكذي حتى الفلوس اللي خذاها، كيفاش يعني؟ شنو الامل اللي عندكم اليوم في قيس سعيد باش تبقاو ساكتين في دياركم؟ شنو الامل اللي عندكم؟ والله العظيم نحب نفهم، نحب نفهم بالحق. فقر وميزيريا كلبه، وحتى الناس اللي عندها فلوس اللي عندها فلوس ما عادش تحب تعيش في تونس. اليوم الناس اللي جونت يمكن 3-4 ناس معناها في جربة خذاو بورتمانات ب 1200 دينار، قال عليهم خونة ومتآمرين، ناس مش تحب تحرق، يحب يحرق يحب يجي هكا هو. تتفكروه مدير عام الكنام اللي في الجنوب اللي حرق، حرق مش خاطر بطال راهو، لأنه البلاد ما عادش تنطاق. اليوم الفقير والغني واللي يحب يهج، الناس تشتري في كونتراكتوات حتى ب 50 مليون اقسم بالله، هاو موجودين رافعهم هنا، الناس تدفع في هم فلوس. قال لك انا تونس ما عادش نحب نقعد فيها لانه ما عادش فيها لا خبز ولا حريه. يبداش عندك ترام عبي بالفلوس، تنجم تمشي ما تلقاش خبز، تنجم تمشي ما تلقاش طرف دجاج باش تفوح به الطنجره، تنجم تمشي للفارماسي باش تشري دواء لامك ما تلقاهاش دواء. والله العظيم انا مستغرب، لكن والله نسال بالحق شنو السبب اللي ينجم يخليك اليوم تكون يا ولد الزهروني يا ولد الملاسين يا ولد التالة الحبيبه؟ شنو السبب اللي ينجم اليوم يخليك مع قيس سعيد او ساكت عليه؟ اقل منه ظلم وقهر، عملنا فيهم اللي ما يتعملش،
إن سألتم الله فاسألوا البخت. على كل حال يوم النابش جبدوله بطاقة الثلاثة بتاعه، لأنها أخمج بطاقة الثلاثة في تاريخ تونس المعاصر الكل. السلام عليكم.